الموبايل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه رهيب، واعتقد لفئه كبيره جدا من الناس ده فعليا ممكن يكون موبايل الاحلام. من الاول كده انا بقول لكم انا معجب بيه جدا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله يومكم بخير. والنهارده معايا لكم جهاز يعتبر الجيل رقم 8 من سلسله اجهزه على ما اتذكر جربنا منها كل اجيال قبل كده. كل سنه بيكون في تطور كويس، ولكن السنه دي عندنا قفزه محترمه. مش بس الحاجات اللي كانت مميزات اتطورت وبقت احسن واقوى، لكن الحاجات اللي كانت بعضها يعتبر عيوب اتغيرت وبقت فعليا تعتبر دلوقتي مميزات. في جهاز صراحه انا معجب بيه جدا، ورغم كل التحسنات دي السعر قل عن السنه اللي فاتت، ودي حاجه مجنونه. اسمحوا لي يا جماعه اعرفكم على ZTE نوبيا ريد ماجيك 8 برو. وصلنا للجيل الثامن من سلسلة ريد ماجيك، والموبايل ده انا معجب بيه جدا. زي ما انتم شايفين الدي ان ايه بتاع الجيل اللي فات او الجيل اللي فاتت من ناحية شكل الجرافيكس الدار الشفاف شوية في النسخة اللي معايا دي، المروحة والحركات دي موجود هنا، لكن التصميم اتغير تماما في كل حاجة تانية. خليني اقول ان انا سوبر بيج فان لتصميم ال 8 برو. النسخة اللي معايا دي اسمها فويد، في نسخة تانية اسمها مات، بتجيلك مش شفافة، ظهر اسود مات كده مطفي. الحاجة اللي معجب بيها جدا هنا ان كل حاجة مسطحة، كل حاجة فلات وزوايا جدا. زي ما انتم شايفين الفريم مسطح تماما فلات من جميع الجوانب، عبارة عن حاجة كده مستطيلة جدا. الموبايل مستطيل فعليا، ما فيهوش أي كيرفات زيادة أو كيرفات مالهاش لازمة. كل الحواف اللي هنا مش حادة، يعني مش هتخربشك وكده، ولكن متقفلة بشكل تحسه كده اندستريال كده، حاجة صناعية كده، بصراحة ممتاز. ومسكته في ايد كده بصراحة ألطف بكتير مما يكون فيه كريفات ومنحنيات. أنا بحب جدا إن ما يكونش فيه دورانات في الحتة دي زي ما أنتوا عارفين، وهنا يعني ماشيينها على الحاجة اللي أنا عايزها بالظبط. طبعا مفيش أي مشكلة توقف الموبايل فلات على أي حاجة عشان هو فلات جدا جدا. الحركات الشفافة في الظهر اتغيرت المرة دي شوية، بصراحة شكلها ألطف المرة دي، يعني شياكة أكتر. فيها تلاقي زي حي تكستر كده شكله كربون فايبر شويه. الكاميرا تحسها جايه على ليفلين هنا، حركات لطيفه. موبايل جيمنج ولكن مش اوفر في وشك والوان وبتاع، شكله كول. وطبعا زي ما شايفين في حركه الشيب اللي طبعا مش جيل شيب يعني، بس تحس يعني بيوريك كانها موجوده تحت هنا، والكاميرات متسنطره في نص. شكل الموبايل بصراحه خطير جدا من جميع الزوايا ومن الظهر. والاخطر اخطر كمان هي تصميم الشاشه. اعتقد اذا سالنا ناس كتير ايه تصميم الشاشه المثاليه بالنسبه لك، هيقول لك انا عايز شاشه كبيره من غير اي بيزلز، بيزلز متماثله، مفيش فتحه للكاميرا، شاشه مسطحه من غير ايدج زياده، وكل الحاجات دي موجوده هنا. اتفرج على شاشه ريد ماجيك 8 برو عامله ازاي. واو، الشاشه دي بصراحه شكلها رهيب. انا معجب جدا بموضوع ان الكورنرز هنا اولموست شبه حاده، انا بحب الموضوع ده جدا، بحبه في الالترا موجود هنا. وموضوع ان الشاشه فلات تماما، مفيش اي ايدج اطلاقا هنا خالص، مديها شيك اكتر، تحس انك ماسك الشاشه نفسها، مفيش اي حاجه حواليها. والبيزل زي ما شايفين صغيره جدا جدا، داير ما يدور. والبيزل السفليه اولموست شبه متماثله على ما اظن مع البيزل العلويه، يمكن اكبر حاجه مش ملحوظه اصلا، تحس البيزلز داير ما يدور. الموبايل شكله متماثل، الموبايل شكله رهيب يا جماعه. بص بص المحتوى على الشاشه دي شكله عامل ازاي. تقريبا مفيش اي موبايل تاني بيهز المنظر في السوق، يكون شاشه مسطحه تماما مستطيله كده من غير دورانات زياده هنا، شكلها رهيب جدا. وطبعا موضوع ان مفيش كاميرا باينه هنا في الشاشه، دي حاجه مكملين معاها مع يعني بعد الاجيال اللي فاتت من الريد ماجيك مكمله هنا، بس شكلها هنا احلى كمان عشان الشاشه مسطحه جدا. انا معجب جدا بتصميم الشاشه دي، ساعه ما مسكت الموبايل وانا بصراحه شايفها رهيبه. ودي مش شاشه صغيره، دي شاشه عملاقه 6.8 انش. واحده من نقط الضعف اللي كنا بنشوفها في الاجيال اللي فاتت ان اضاءه الشاشه كويسه بس مش واو، لا تقارن بالفلاج شيبس. هنا الموضوع اتحسن جدا، الشاشه دي اضاءتها توصل ل 1300 نتس، فطرقها ممتاز واستخدامها في الشمس بقى احسن بكتير، او حتى جوه اندور هتلاقي كده اضاءه شاشه اعلى وانت بتلعب جيمز او بتتفرج على فيديوهات وما الى ذلك. اتفرج على تصميم الموبايل عامل ازاي يا جماعه، من جميع النواحي بصراحه شكله خطير. انا معجب جدا باتجاه السلاب اللي عاملينه، مفيش اي موبايل جيمنج تاني او حتى اي موبايل تاني في العالم شكله بهذا المنظر دلوقتي، وانا بيج فان جدا. شاشه ال 8 برو اكيد اموليد، بتديلك مع ريزولوشن غريب شويه 2480 في 1116، بيديك حوالي 400 بكسل بر انش كثافه بكسلات، شكلها بصراحه ممتاز، شاشه شارب الوانها حلوه جدا، والاضاءه بتاعتها زي ما قلنا احسن بكتير من الجيل اللي فات دلوقتي. الشاشه بتدعم ال 1 بليون كلر كمان. السماعات كمان هنا خطيرة، عندك سماعات ستيريو، عندك سماعة من هنا وسماعة هنا، وليها فتحة موجودة كمان في الفريم من فوق. صوت عالي جدا، الصوت فعلا عالي وواضح، مش محتاج تعليه على الآخر، يعني على الآخر مش بيعمل ديستورشن بس تحسه غريب شوية، بس انت مش محتاج تعليه قوي عشان سماعات عالية جدا.
صوتها ممتاز للفرج على الفيديوهات والجيمز وما الى ذلك. تجربه مالتي ميديا ممتازه مع الجهاز ده بشكل الشاشه الخطير ده يا جماعه. بص فيه في الفريم من فوق مدخل 3.5 مللي لسه موجود هنا. سمعت على فكره كمان بتدعم تكنولوجيا دي تي اس اكس بتديك صوت محيطي ومجسم اكتر. الشاشه كمواصفات هنا عندك طبعا ريفرش ريت 120 هرتز تقريبا ده اعلى ليميت للشاشات اللي الكاميرا فيها تحت الشاشه. ستيل 120 هرتز رقم ممتاز جدا جدا وكل حاجه سلسه وسريعه مع الموبايل ده بشكل رهيب زي ما هحكي لكم عن المواصفات كمان بعد شويه. والتاتش سامبلنج هنا بيوصل 960 هرتز فده موبايل جيمنج 100%. هتاخد اسرع حاجه ممكنه هنا من ناحيه الريسبونسيف والاحساس السريع. البصمه هنا موجوده تحت الشاشه وزي ما شايفين زي السنين اللي فاتت سريعه جدا مفيش اي مشكله هنا اطلاقا مجرد لمسه كل حاجه تبدا معاك مباشره. اوكي لحد دلوقتي زي ما شايفين كلام ممتاز مع الموبايل ده. التصميم رهيب الشاشه خطيره جدا والمواصفات هنا كمان سفاحه يعني فعليا ممكن تعتبرها اقوى حاجات موجوده على الساحه دلوقتي يعني مفيش حاجه اعلى من كده موجوده اصلا. الموبايل ده يا جماعه حرفيا متوحش. معاك طبعا سناب دراجون 8 جين 2 مرسوم عندك هنا زي ما انتم شايفين ده اعلى بروسيسور موجود دلوقتي في عالم اندرويد فعلا فارق جدا عن الجيل اللي فات. بيجي لك معايا 16 جيجا رام في النسخه اللي معايا دي من نوع ال بي دي دي ار 5 اكس احدث نوع موجود وعندي كمان ذاكره داخليه 512 من نوع يو اف اس 4.0 الاسرع بكتير من قبل كده. بس لسه عندك هنا نظام تبريد مميز من الطبقات الكتير اللي بتستخدمها ريد ماجيك ده الى جانب طبعا المروحه اللي بتلف 20,000 لفه في الدقيقه في فتحه من هنا وفي فتحه من هنا عشان تسحب الهواء البارد تدخله وتطلع الهواء السخن من الناحيه الثانيه ودي حاجه بتفرق جدا ان اداء الموبايل يستمر معاك لفتره طويله من غير ما ينزل اطلاقا. والسنه دي كمان اضافوا طبقه جرافين تحت الشاشه بحيث الشاشه كمان نفسها ما تسخنش وانت بتستخدم الموبايل في الجيمنج وتتفرج على فيديوهات وما الى ذلك تحس الشاشه برده دايما بارده. دي حاجه ممتازه اسمه ايس 11 نظام التبريد الجديد. بس لسه ضيف كمان واي فاي 7 بيدعم كمان 6E اكيد لكن 7 ده الستاندرد اللي لسه هنشوف ده راوترز تبدا تنزل السوق قريب عشان تاخد اسرع سرعه انترنت وطبعا بلوتوث 5.3 اعلى واحد موجود دلوقتي. اليو اس بي سي هنا بيدعم ديسبلاي اوت يعني بحيث فعليا ممكن توصله بمونيتور وتلعب الجيمز بتاعتك على مونيتور وتوصل بلوتوث كيبورد وماوس وتلعب فعليا كانه كمبيوتر دي حاجه مجنونه. طبعا مش محتاج اقول لكم ان اداء الموبايل ده رهيب سواء في الحياه اليوميه في الابلكيشنز في تاليف السوفت وير او طبعا كمان اكيد في الجيمز. الجيمز هنا بتطير اذا جيم بتدعم 120 فاكيد الموبايل ده هيشغلك على 120 او طبعا ساعات بيبقى المطورين نفسهم عندهم مشكله في موضوع 60 و120 بس انت هتضمن انك هتاخد اعلى حاجه ممكنه ومتاحه بالموبايل ده من غير ما تحس باي حراره اطلاقا. طبعا ممكن تخلي المروحه تشتغل اوتوماتيك مع اي جيم وده هيضمن لك انك دايما اداء الموبايل سريع وسلس وتحس كمان الظهر اساسا بيفضل بارد. الجين 2 بصراحه تعتبر احسن بمراحل كمان من جين 1 بلس اللي اوريدي كانت احسن بمراحل من جين 1 من ناحيه توفير الطاقه من ناحيه الحراره. البروسيسور ده هنا فعلا ممتاز وكارت الشاشه كمان احسن بكتير من قبل كده فالجرافيكس كمان شكلها خطير في اي حاجه بتعملها. ريد ماجيك كمان دلوقتي مظبطه السوفت وير بتاع المخصوص عن تحسينات الجيمنج هنا والاضافات اللي تطلع لك في السوفت وير. ممكن تعمل سوايب من الجنب هنا عشان تطلع منيوز جديده ما كانتش بالمنظر ده قبل كده بتديك اوبشنز كتير جدا لحاجات ممكن تعملها في وسط الجيم او ترد على واتساب بسرعه مثلا تطلع كروس هير في النص تظبط الكي مابنج الزراير الموجوده هنا في الشولدر هوريها لكم دلوقتي تعدل الفريم ريت تعمل اي حاجه تعدل كمان اداء البروسيسور ممكن تعليه توطئه تتحكم في المروحه كميه اوبشنز كتير هنا كانك عندك كونسول فعليا خطير جدا بصراحه. وعلى سيره الكونسول انت بتحول ما بين الموبايل العادي لبدايه بقى الجيمنج بالزرار اللي في الجنب هنا في انيميشن جديد عاملينه المنيو دي شكلها متغير شويه تضيف كل العابك هنا اي العاب موجوده عندك او هو كمان بيتعرف على العاب اوتوماتيك بتختار اللعبه اللي انت عايزها وتقول له ستارت جيم وبكده تكون اوبتمايزد باحسن حاجه ممكنه من ناحيه البرفورمانس من ناحيه الانرجي عشان الجيم دي تشتغل باحسن طريقه. طبعا المروحه بتشتغل كمان اوتوماتيك وزي الاجيال اللي فاتت اكيد عندك كمان الشولدر تريجرز دي بتديك 540 هرتز من التاتش سنسيتيفيتي وتقدر تستخدمها انها التريجرز بتاعه كنترولر مثلا لما تعود عليها بصراحه بتحس الحياه الطف بكتير من انك لازم تضغط على الشاشه في كل حته كده كل حاجه بتكون في متناول ايديك بعيدا عن الشاشه نفسها لطيفه جدا. فالاداء هنا رهيب في الجيمز وفي غير الجيمز كل حاجه هنا ممتازه. اللي اتحسن كمان جدا هنا البطاريه عندك بطاريه اكبر دلوقتي 6000 ملي امبير مقارنه ب 5000 في الجيل اللي فات بيجي لك معاه شحن 65 وات مش حماك تقريبا في اقل من ساعه الا ربع بس البطاريه 6000 ملي امبير هنا تقعد معاك بتعدي اليوم. البطاريه هنا ممتازه مع البروسيسور اللي اداؤه ممتاز جدا في الحفاظ على البطاريه البطاريه ما فيهاش اي مشاكل اطلاقا تكمل بيها اليوم كامل
اتوقع كمان ممكن تدخل فيها اليوم التاني لو انت استخدامك مش تقيل للدرجه. واحده من نقط الضعف الاساسيه في الاجيال اللي فاتت من ريد ماجيك كانت اكيد الكاميرات. السنه دي اخيرا ريد ماجيك سمعت يعني طلباتنا وغيرت السنسور الاساسي. على الاقل الكاميرا السي بقت 50 ميجا بكسل، اللي فات كانت 64، لكن ال 50 هنا احسن بمراحل من قبل كده. ومعاها كاميرا الالترا وايد المعتاده 8 ميجا وكاميرا الماكرو الاثنين، لكن الكاميرا الاساسيه فيها فرق مهول هنا. الكاميرا دي اديها شويه اضاءه بالنهار كده وفعلا هتطلع صور ممتازه. انا دي حاجه مش مصدق ان انا بقولها على ريد ماجيك، لكن الصور شارب فيها تفاصيل كتير، الوانها كويسه جدا وكونسيستنت، كل مره بلقط بيها بتطلع صور شكلها كويس جدا. طبعا جزء من الموضوع ده جاي لتحليل الصور في البروسيسور الجديد، بس السنسور نفسه احسن بمراحل من قبل كده وفعليا فارق جدا. الوان شكلها احلى، الشاربنس، التفاصيل ال HDR، كل حاجه شكلها احسن بكتير، وكاميرا يعتمد عليها دلوقتي. كاميرا الالترا وايد هي نفس الاجيال اللي فاتت، مش احسن حاجه خالص، تفاصيل فيها قليله جدا وممسوحه، ولكن بتمشي الحال. كاميرا السيلفي بقى اللي تحت الشاشه زي الجيل اللي فات 16 ميجا بكسل، وطبعا عشان تحت الشاشه فالكواليتي هنا واخد يعني هيد كبيره. الالوان شكلها غريب شويه، ممسوحه، ايه يمكن تكون احسن من الجيل اللي فات بصراحه، ما تحسهاش تحت الشاشه ولكن تحسها من كاميرا مش حلوه قوي يعني. فسيلفيز هنا مش الاولويه في الموبايل ده اكيد. بس انا سعيد جدا بالتطور في الكاميرا الاساسيه، اكيد فعلا فرق كبير هنا. الحاجات اللي ما اتطورتش ان مفيش مقابل غبار وميه، عشان فعلا في فتحات في جناب الموبايل هنا ومروحه وما اعرفش ايه، دي حاجه مش ممكنه. مفيش شحن لاسلكي، لكن بس بصراحه وطبعا كاميرا السيلفي مش احسن حاجه في العالم اطلاقا، ومفيش زوم. دي الحاجات اللي ممكن تفكر فيها حاجات ناقصه في الموبايل ده، لكن في معدة سلك الموبايل ده رهيب وسفاح، الاداء، التصميم رهيب، الشاشه خطيره، كل حاجه فعليا قويه جدا في الموبايل ده. والسعر كمان زي ما قلت لكم احسن. الموبايل ده بيبدا من دلوقتي من $650، النسخه اللي اقل من ده درجه اللي هي ما زالت سفاحه برضه. النسخه المعادي تحديدا سعرها $800، ستيل يعتبر رقم ممتاز على كميه المواصفات المهوله الموجوده في الموبايل ده. وانا بصراحه اديني ريكومنديشن ممتاز، ده موبايل قوي جدا مش بس للناس اللي بتحب الجيمز، لكن لاي حد بصراحه. ده فعلا موبايل ممتاز على السعر ده. وبس اذا عندكم اي اسئله اكتبوها لي في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك عليه، في تشتركوا في القناه، شغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا معانا في كل الفيديوهات الجديده اول باول. كمان تابعوني على انستغرام، فيسبوك، تويتر، او كل حد الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.